بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل ابن عبد الله التستري. كان سهل ابن عبد الله يقول: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة. سهل ابن عبد الله التستري يريد أن يقول بأن من حاسب نفسه على الأمور فضيق على نفسه ما لا يحل، وامتنع عما لا يرضي الله عز وجل. قال: هذا التضييق في الدنيا سيكون سبب سعة الصراط عليه في الآخرة. ومن أراد في الدنيا أن يمشي كيف شاء من دون أن يضبط نفسه بضوابط، ويريد أن يأخذ يمنة ويسرى حيثما اشتهت نفسه، قال: سيضيق عليه الصراط في الآخرة. الحسن البصري مرة قال أيها الإخوة بأن المسلم إنسان قيده القرآن. هلأ نحن بالفعل نحن كلنا مقيدين مربطين. هلأ مرات واحدنا نفسه تشتهي أن يشرب شيئا، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي أن ينظر إلى شيء، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي أن ينال من المال شيئا عرض عليه، بيجي القرآن بيقول له حرام، حاضر. أحيانا بيقول له حلال فيأخذه. فالمسلم إنسان قيده القرآن. أنت حقيقة مقيد، بس هذا القيد قيد لإصلاح، وغير المنضبط بالشرع متفلت من أي قيد، بس هذا التفلت تفلت لأذية. هلأ قوانين المرور يا أخوان قيد، بتقيد الناس، بس هي بس بتقيد العقلاء، المجانين غير مقيدين. بس هذه القيود المرورية هي صح قيد يزعجني ويزعجك، لكن هو لإصلاح الجماعة. إذا واحد قال أنا ما بدي أتقيد، سيؤذي نفسه وسيؤذي الجماعة، أو أنه مجنون، وبالتالي هو غير مؤاخذ. فالقرآن الكريم وضع لنا قيودا، لكن هذه القيود لتسعدني ولتسعدك. الآن من ضبط نفسه بهذه القيود وضيق على نفسه ما لا يحل وما لا يرضي الله عز وجل، بالمقابل سيعطيه الله عز وجل سعة في الآخرة، بل إنه في الدنيا أيضا سيجد سعة. هلأ الصوم يا أخوان في ظاهره مشقة للجسد، لكن في حقيقته سعادة للروح. ليش كل الصائمين حقيقة لما بيقولوا له بكرة بده يصير العيد، مرات هيك بيتمنى لو طال رمضان أكثر؟ ليش كل الحجاج لما بيقولوا لهم بكرة بدك ترجع على بلدك بيتمنى لو طال المقام في مكة والمدينة أكثر؟ ليش أنت في جلسة ذكر، جلسة عبادة، عندما تختم الجلسة تتمنى لو طالت أكثر؟ ليش أهل القرآن الكريم من صار لهم عشق للقرآن الكريم يتمنون أن لا يغادرون هذا العطاء الإلهي في القرآن الكريم؟ هو الحقيقة هذه القواعد والضوابط التي وضعها القرآن الكريم، وهذه الحدود مما يحل ومما لا يحل، تورثك سعادة في داخلك. الصوم يورثك سعادة حقيقية في داخلك، الزكاة تورثك سعادة حقيقية في داخلك، الصلاة، الحج، القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، هذا يورثك سعادة في داخلك، ويورث المجتمع كمان سعادة. فلذلك يا أخوان إذا قال الله تعالى لكم أمرا فورا قولوا على العين والرأس واعملوا بما أمر الله عز وجل، والله تسعد سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا والآخرة. أولا لأن أمر الله تعالى مسعد، وثانيا لأن الله عز وجل وعد بالمكافأة من أطاعه. وترى هلأ اللي بيخالف سيدفع ثمن مخالفته هو من نفسه،
الحديث مر في مطلع الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. مرتكب الفاحشة أذل من؟ أذل نفسه، يبقى يعذب نفسه ونفسه تعذبه ما بقي حياً، هذا فضلاً عن عذاب الآخرة إذا لم يتوب توبة صادقة. فمن أطاع الله ورسوله هو السفاد. فنصيحة يا شباب، وطنوا أنفسكم، يا رجال وطنوا أنفسكم، يا أخوات وطن أنفسكن على أن تطيعوا الله ولو أن الدنيا خالفتك. وطن نفسك أن تلتزم نواهي الله وفرائض الله ولو أن الدنيا سولت لك هذه النواهي وأرادتك أن تبتعد عن هذه الفرائض. وكان سهل ابن عبد الله يقول: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر. إذا شعرت بقلبك قسوة، وهذا يحدث عند المؤمن أحياناً، يقسو قلبه، كيف بدي لين قلبي؟ قال: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر، وتزين لله بالصدق في كل الأحوال، وإياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. في واحد من حبال إبليس في الطاعات التسويف، يعني واحد بده يتوب، بيجي إبليس بيقول له: ماشي الحال، خليها يوم السبت، يوم السبت الصبح بتبدأ هيك أسبوعك يعني بإقبال على الله عز وجل. السبت الفجر خلاص بدك تفيق على الصلاة، تفيق بتتحمم وبتستغفر ربك وبتروح على صلاة الفجر، ومن بعدها بقى بتستلم القبلة. وبيكون يوم الجمعة بيحاكي حاله بهالموضوع، ها، بيقول له: بكرة الفجر أنا بفيقك إذا ما بتفيق كمان. هلا هو من هون ليوم السبت، يوم السبت بفيق متأخر، بيقول لك: لك راحت علينا صلاة، يلا السبت الجاي إن شاء الله، من السبت الجاي أنا بدي توب توبة صادقة. فالتسويف حبل من حبال إبليس. ومرات بيقول لك لأول الشهر: هلا أخي قديش صرنا بالشهر؟ 8 مثلا، 7، راحوا 7 أيام، خلص الشهر الجاي في أول الشهر بدك أنت تنضبط بالشرع. ومرات بيقول له لرمضان، ومرات بيقول له. التسويف حيلة من حيل الشيطان في صرفك عن الطاعة. لذلك من عرضت له طاعة فليسارع إلى أخذها. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: فاستبقوا الخيرات. قال: فاسعوا إلى ذكر الله. شايف؟ يعني اعمل بسرعة. إذا عرضت لك طاعة لا تسوفها، لأن الشيطان يتحايل عليك بالتسويف. إياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. وكان يقول: وليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة. يعني أن يدعي شيئا ليس له، أن يدعي صلاحا، أن يدعي خيرا وهو ما فعل هذا الخير. ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق أقرب إليه من الافتقار. إذا أردت أن تقترب إلى الله فأقرب الطرق، يقول، الافتقار إليه. وسئل مرة: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وكان سهل يقول: أمس قد مات، واليوم في النزع، وغد لم يولد. وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. العلماء مو شرط يعني يكون له لفة وجبة وخريج معه دكتوراه بالشريعة، لا. مرات العالم من علم مسألة في الدين، هو لا ريب بأنه من علم مسائل أكثر يكون أنفع، بس من علم مسألة في الدين هو عالم بهذه المسألة، فإذا علمها إلى غيره هذا نفع. وهذا مجلس من مجالس الأنبياء: بلغوا عني ولو آية. بس تعالوا كلنا نتزاحم في مجالس العلم. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. أسند سهل عن خاله محمد بن سوار، وتوفي سنة 83 و200. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول
سيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.